فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أمي عندها مبلغ من المال في البنك وقد حال عليه الحول، هل يجوز أن تعطيني زكاة المال، زكاة مالها، على سبيل مساعدتي في الزواج؟ لا يا إخوان، ما يصلح زكاة الوالد لولده، سواء كان المال في البنك أو غيره، ما يصلح زكاة الوالد لولده، لا في زواج ولا في غيره، لأنه يجب على الوالد إذا كان يقدر أن ينفق على ولده المحتاج، يجب عليه، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.